زائق العمي صاير عم تحب هالشغلات هاي ليش لا؟ أنا ما بيناسبني أقعد مثلا ومعي عائلتي وكلماتنا بيطالع. كلياتنا نحن الشعب نحكي كلماتنا نابية. وقفت على المطربين هذول بيمنعوهم كم يوم ويرجعوا. السوشيال ميديا مبارح كانت ضاجة انه نقابة الفنانين بصدد اصدار قرار انه تمنع بعض الفنانين اللبنانيين من الغناء بسوريا انه حفلاتهم عم تحتوي على كلمات نابية. اعتبرت النقابة انه هي بتسيء للمجتمع والعادات المجتمع السوري. شو رأيك بهذا القرار؟ هلق هو قرار صائب من النقابة نوعا ما، بس بنفس الوقت لازم نوعا ما يحترموا رأي بعض الأشخاص بهيك أغاني. في ناس بتنبسطوا بصراحة لتسمعهم. إيه طبعاً نحن مع القرار. هالأغاني اللي عم تطلع هلأ كتير في عليها تعليقات، ما بنتمنى أبداً نسمع لا نحن ولا أولادنا. هي حرية شخصية بالأول والآخر. حرية شخصية مو بمكان عام، اللي بده يعمل حرية شخصية ببيته ومحلات محصورة. أنا ما بيناسبني أقعد مثلاً ومعي عائلتي وكلماتنا بيطالع أبداً ولا برضه فيها. يعني كلياتنا نحن الشعب نحكي كلمات نابية. وقفت على المطربين او الفنانين اللبنانيين. في سوريين كمان للاسف هابط وفي اللبناني هابط. المفروض تلغى يعني ان كان سوري او لبناني تلغى. يعني نحن بنحب نعمل وهرة لحالنا كنقابة فنانين، عرفت كيف؟ ما هو يعني بشكل عام صار وين ما كان نفس الكلمات ونفس الهي. الشعب هيك بحب، عرفت؟ هذا الشيء، هذا الجو اللي بيخلي الشعب ينبسط. يعني نحن في عصر التفاهة، إذا فين حدا يشارك ويمنع التفاهة ممتاز، بس كله حكي فاضي بيني وبينك. يعني بكرة هدول بيمنعوهم كم يوم ويرجعوا، يعني بعدين على وسائل التواصل بيفوتوا، عندهم ألف طريقة يفوتوا على البيوت حتى لو ما غنوا بالحفلة. نحن شعب مالنا أحسن منهم بالنهاية. كل بلد وإلى أغنية وإلى تراثة. وهلأ في كتير عالم تلاقي عم تستشرف مثلا بالنسبة للأغاني وكذا، بس أنت شوفه بينه وبين حاله الأغاني اللي عم يغنيها. يعني هاي كلها أنا بسميها فزلكة، عفوا بالكلمة. يعني كل العالم عم تغني هالأغاني نفسها، بس إنه بيجوا مثلا على السوشيال ميديا أو كذا بيقولوا لك إنه نابي إنه كذا، بحط بالخرج سيد راسي. ينطرح كلمات بالأغاني والفيديو كليبات اللي عم تكون موجودة معهم، ما عم تنطرح ببيوتنا نحن كأب أو كأم. أو ما لازم تفوت لمخ الطفل، ودائما الطفل مثل السفنجة، فهو بيستقطب أي شيء بيوصل له. فأنت لما عم تدخله هذا الشيء عن طريق غناء فهو بدت وعم يحفظها. لما بتضمن الأغاني كلمات نابية وفيها مسبات أو فيها كلمات بذيئة، فهذا الشيء ما نعتبر، يعني حتى ما نعتبر حتى حرية بموضوع الغناء. وشتان ما بين الحرية وفينا نعتبرها بشكل عام، أو لما بدنا نقول الكلمات اللي هي ما أنا مزبوطة، فأنا مع هذا الشيء تماماً. هلأ إذا كان في إساءة وما تناسب المجتمع السوري فأكيد لا، يعني أكيد أنا مع هذا القرار إنه هن يمنعوهن. يعني هلا حسب، اذا الزائق العمي صاير عم تحب هالشغلات هاي ليش لا؟ في ناس بتحب هذا الشيء وفي ناس عم تحضر هذا الشيء، بتحضرها بالاماكن اللي بتنحكى فيها. اصلا هي هيك عم تنحط يعني بالسرافيس وبال وين ما كان عم تنحط وبالكراجات يعني القرار ما رح يغير شيء. لا ما رح يغير شيء، بدها رح تضبط شيء. ما عن حابي هذا الموضوع لأنه هو مغير شيء للأولاد، وهذا الجيل الطالع هلا يعني بده ترباية نظامي. من حقهم يمنعوا هذا الشيء، مش بس نقابة الفنانين، أصلا كأي شخص أنت بالطريق بتسأله أو أي إنسان مثلا بتقول له لما شخص بده يغني أغاني غير لائقة، من حقه إنه يمنع هذا الشيء.